المسؤول، وأوجه رسالة إلى السيد الدكتور عادل عبد المهدي، وأقول عليك أن تتعظ من سلفك السابق حيدر العبادي عندما أهمل البصرة واحترقت البصرة وصار اللي ما كان بالحسبان. استقرار البصرة هو استقرار العراق. انتهاك لحقوق حرية التعبير وقانون حرية التعبير والحريات الشخصية، وهذا ليس انتهاك لقوانين القوانين العراقية، إنما انتهاك دولي وإثبات على الصبغة الدكتاتورية لحكومة البصرة. احنا رسالتنا واضحة كناشطين البصرة المدنيين المستقلين، نرفض كل تنسيقية تدعي بأنها هي تقود التظاهرات. نحن شباب الحرية، نحن شباب التظاهر. الظاهرة 9 أيام، اعتصام 9 أيام، وجاء محافظ البصرة أسعد العيداني، اجى ثقة بي وسلم علي، طلعت من عدة منا أول يوم ثاني يوم اجوا شالوني. بدوره